الصفقة مش طب. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرة السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الصويرة، حضرة الوفد المرافق للسيد عامر صاحب الجلالة كل باسمه وصفته، نحمد الله تعالى إذ نلتقي في هذا الجمع المبارك في هذه المناسبة المباركة العظيمة. السيد العامر المبارك، لقد حط ركبكم بتاريخ 5 ماي بزاوية نقيب رجراجة لتنطلق مسيرة هذا الموسم المبارك الذي مر في أجواء روحانية ربانية، والذي تجلت فيه عنايتكم واهتمامكم على كافة المستويات والأصعدة وفقة جميع المسؤولين والمصالح التابعة لكم. وإن شرفاء رجراجة في جميع الدواوير وفي جميع القبائل ليعربون عن شكرهم وامتنانهم لهذه العناية الفائقة التي أوليتموها حتى يمر هذا الموسم الذي يعد من أطول المواسم في هذه المملكة المباركة الشريفة التي تنعم بقيادة رشيدة متبصرة حكيمة، إمارة المؤمنين تحت قيادة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، والذي يولي هؤلاء الشرفاء ويولي هذه المنطقة عناية خاصة فائقة. ومكرمات أمير المؤمنين ومبراته لا تعد ولا تحصى على رعاياه في هذه المنطقة وفي هذا الربع من مملكته الشريفة. ولذلك لا يكاد يمر يوم أو تمضي لحظة من لحظات هذا الموسم الذي امتد على مدى نحو 40 يوما إلا وأكف الذراعة في كل وقت وحين كانت تلهج بالدعاء لمولانا أمير المؤمنين ولولي عهده ولكافة أفراد أسرته الملكية الشريفة، وكذلك للملكين الراحلين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثرهما. واليوم يأبى الله تعالى إلا أن تمضي سنته، وهي أن لكل بداية نهاية، ولا بد أن تكون هناك الخاتمة، والخاتمة مسك بحضوركم وبمباركتكم كما كانت الفاتحة كذلك. لذلك السيد النقيب يعرب لكم، ومن ورائه كل نواب شرفاء رجراجة يعربون لكم عن شكرهم ويعربون لكم عن امتنانهم ويعربون لكم عن العناية التي أوليتموها لهذا الموسم، وكذلك يعربون عن شكرهم وامتنانهم للسيد رئيس المجلس الإقليمي وكذلك للسيد رئيس المجلس العلمي وكذلك لكافة رؤساء المصالح التابعة لكم في هذا الإقليم المبارك على ما أولوه من عناية وعلى ما أسدوه من خدمات حتى مر هذا الموسم في أمن وأمان وفي وئام وسلام وحقق النتائج المرجوة منه. فنسأل الله تعالى
أن يحفظنا في مولانا أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، وأن ينصره نصرا مؤزرا، وأن يحفظه في ولي عهده وفي سائر أفراد أسرته. ويتفضل الشريف الرجراجي سيدي محمد بن جديد ليتفضل بالدعاء إن شاء الله تعالى. اللهم لك الحمد اللهم إنا نسألك ونعوذ بك من شر كما تشاء الكريم عائل وجه طيبة في ختام هذا الموسم ومبارك الدين الكريم. نسألك يا ربنا بإسمائك العظيم منها يا علمنا منها وما لم نعلم شكرا جزيلا. اللهم امين اللهم امين اللهم امين في مجال المولى الحسن أمين بشقيقه المولى رشيد كافة إسرائيل لك على Thank you.
يا رب 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 يا